ما الزراعة الحافظة؟ الزراعة الحافظة هي مجموعة من الممارسات الزراعية التي تطبق على المزروعات دون استخدام الحرث، حيث يتم وضع البذور مباشرة في التربة مع العمل على تكوين غطاء نباتي من بقايا المحاصيل السابقة. وتعتمد الزراعة الحافظة على ثلاث مبادئ أساسية: الحد الأدنى من اضطراب التربة، غطاء عضوي دائم للتربة، وتطبيق الدورة الزراعية. وينتج عن تطبيق نظام الزراعة الحافظة منافعه: الحد من الاستعمال المفرط للآلة الزراعية، الاقتصاد في مدخلات الإنتاج كالوقود والبذور والأسمدة، التحسين المستدام للإنتاجية، تحسين نسبة المادة العضوية في التربة، تحسين الخصائص البيولوجية والكيميائية والفيزيائية للتربة، زيادة قدرة التربة على تخزين الماء، الحد من انجراف التربة، الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتقليل تلوث الهواء. تساهم الزراعة الحافظة في التنمية المستدامة، حيث تقوي تأقلم القطاع الفلاحي في المناطق الجافة وشبه الجافة مع التغيرات المناخية وتخفف من آثارها، كما تحمي الموارد الطبيعية وتساهم في التنوع البيئي وتحسن الإنتاج، وبالتالي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، كما تحسن دخل الفلاحين عبر تقليص تكاليف الإنتاج وتحسين الإنتاجية. تجارب ناجعة للزراعة الحافظة بالمغرب: اعتماد تقنية الزرع المباشر للحبوب والقطاني. يعتبر الزرع المباشر من بين أحد الركائز الأساسية الثلاث للزراعة الحافظة، وهو نظام إنتاج يعتمد على حذف جميع أعمال تحضير التربة قبل عملية البذر. لذلك يتم زرع المحاصيل في عملية واحدة، ويتم من خلالها وضع السماد والبذور باستخدام آلة البذر المباشر. مثلاً في المغرب خلال الموسم الفلاحي 2019-2020 تم اعتماد الزرع المباشر على أكثر من 30,000 هكتار، وذلك من خلال تشجيع اعتماد هذه التقنية عبر إنجاز منصات تجارب للزرع المباشر للحبوب والقطاني لدى الفلاحين، وإنجاز مشاريع الزرع المباشر للحبوب والقطاني في إطار مخطط المغرب الأخضر. آفاق الزراعة الحافظة بالمغرب: ترم وزارة الفلاحة تشجيع اعتماد الزرع المباشر على نطاق واسع في المناطق البورية والمناطق التي تعتمد على زراعة الحبوب والقطاني، من خلال إطلاق برنامج وطني في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 لتشجيع اعتماد الزرع المباشر. ويهدف هذا البرنامج الوطني إلى الرفع تدريجياً من المساحة لتصل إلى 1,000,000 هكتار من الحبوب بالزرع المباشر في أفق 2030، وذلك من خلال تخصيص تحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية لاقتناء آلة البذر المباشر تصل إلى 50% من تكلفة الاقتناء، مواكبة الفلاحين وتحسيسهم بأهمية الزرع المباشر، وإنجاز مشاريع تضامنية بالمناطق الهشة.